شفت حضراتكم الآثار الجميلة أو مستنسخات الآثار اللي طارق عرضها لنا في التقرير، ممكن نقول عمرها قد إيه؟ 7000 سنة؟ 8000 سنة؟ 10000 سنة مثلا؟ ولكن تخيلوا حضراتكم هتشوفوا دلوقتي أثر مصري عمره قد إيه؟ 34 مليون سنة. 34 مليون سنة، مش 7000 و 43 مليون سنة، ما أكتر كمان من اللي أنا قلته، 43 مليون سنة عمر الأثر اللي أعلن عن اكتشافه النهاردة فريق بحثي مصري من جامعة المنصورة. استطاع النهاردة إن هو يكتشف ويسجل اكتشاف جديد لنوع من الحيتان البرمائية على الأراضي المصرية، عاش على أرض مصر هذا الحوت البرمائي من 43 مليون سنة. والاكتشاف ده النهارده اللي اعلنت عنه جامعه المنصوره وفريق العلماء التابع ليها، ده يعتبر طفره تاريخيه في هذه الاكتشافات اللي بيقودها فريق عربي وفريق مصري للتوثيق. الحوت ده طوله 3 متر، وزنه حوالي، ادي قدام الصوره اهو، ده كان شكل لهذا الحوت، ده طول الحوت 3 متر، وزنه حوالي 600 كيلو جرام. كان عايش في واحد منخفض الفيوم، ولكن طبعا للتغيرات البيئية والكلام ده عبر الأزمنة السحيقة بنتكلم 43 مليون سنة انقرض واختفى وما إلى ذلك، إلى أن تمكن هذا الفريق البحثي المصري العظيم من الوصول إلى هذا الاكتشاف المهم. معانا على التليفون أستاذ دكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقرية وعضو يعني هذا الفريق أو مدير هذا الفريق البحثي المهم. دكتور هشام مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا عم، إزي حضرتك؟ واضح أن الاكتشاف ده واضح أنه هو هيمثل نقلة في هذه الاكتشافات الجيولوجية البعيدة يعني. هو طبعا شكرا على الاستضافة. هو الاكتشاف طبعا من يعني وكل وكالات الأنباء العالمية طبعا بتغطي الحدث ده النهاردة، لان احنا نشرناه في مجله من ارقى المجلات العلميه في العالم في علم البيولوجي، وهو بالظبط كده احنا بنضيف لموسوعه علم الحيوان كائن جديد. احنا سميناه فيوم سيتاس انوبيس، في اول على شرف واحد الفيوم اللي تم استخراج منه الحفريه، وانوبيس لانه هو في شبيه من بما ان حضرتك كنت بتتكلم في الفقره اللي قبلي عن الاثار، هو في شبه من انوبيس الاله الموتى عند الفراعنه اللي هو البوز الطويل ده. ايوه نفس وهو طبعا من دراستنا التشريحيه للصفات الموجوده في الجمجمه والفك تبين ان عضته مميته، فحتى يعني هو شبيه باله الموتى، لان اي حد كان بيجي يعني هو بنسميه على قمة الهرم الغذائي في انتحار في ذلك الوقت. دي نقطة. النقطة الثانية ان احنا بنسجل الحوت ده وهو صفاته التشريحية بتدل على انه حوت برمائي السلوك، يعني بيقدر يعيش في المية ويقدر يعيش على اليابس زي التمساح كده مثلا. بالظبط، في البيهيفير يعني او في السلوك، لكن هو مرحله انتقاليه في تطور الحيتان عبر الزمن من الانتقال من اليابس لغزو الماء. طب يا دكتور عرفتوا منين طيب ان وزنه 600 كيلو تقريبا؟ طبعا في دراسات كتيره بتقوم على الحفريات بناء على قياسات مختلفه في الجمجمه والفقرات، نقدر نحدد منها استيميشن للوزن تقدير يعني. بالظبط كده، وحتى برضو حجم الجمجمه وطول الجسم عشان تقدر تشيله على اليابس، لانه هو صفاته التشريحيه بتقول ان هو برمائي. الحاجه الجميله برضو اللي لقيناها فيه، لقينا انه بعد مماته تم افتراسه باسماك القرش، لان وجدنا فيه ضلوع، بعض الضلوع بتاعته فيها ماركس او علامات لعض ونهش اسماك القرش الصغيره. اسماك القرش كانت واصله لغايه الفيوم ومنخفض الفيوم؟ طبعا احنا بنتكلم على قاع محيط، يعني في الوقت ده من الزمن كانت في حاجه اسمها جلوبال وورمنج، بس في اوجه
وكان ادى الى ذوبان بسبب الجليد ارتفاع درجة الحرارة يعني. يعني ذواب الجليد تماما في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، مما ادى الى ارتفاع منسوب البحر. وكانت مصر عباره عن قاع محيط في ذلك الوقت، ما كانش فيه يابس في مصر. وكمان ما كانش فيه حاجه اسمها البحر الاحمر في الوقت ده، كنا احنا والسعوديه لاند واحده، وكان فيه بحر كبير او بنسميه المحيط القديم اللي هو البحر التيسي القديم او البحر الابيض المتوسط القديم. عظيم ده عظيم. ما كانش فيه يعني البحر الابيض المتوسط مع المحيط الهندي كانوا متصلين اتصال مائي. ايوه عشان كده مظبوط. الحيوانات دي هاجرت من الهند وباكستان لمصر. طيب معنى كده ان منطقه منخفض القطاره ومنطقه الفيوم دي غنيه بهذا النوع من الكائنات اللي بتعود لازمنه سحيقه يعني، واضح انها منطقه بحث مكثف بالنسبه لحضراتكم في لا لا طبعا مركز جامعه المنصوره للحفريات يعني. طبعا طبعا، وده يعني ده يعتبر من التراث الطبيعي النادر اللي تلاقي فيه تسلسل لطبقات متعاقبه زمنيا فوق بعضها البعض، وايضا فيها بتسجل اللي هو السجل التطوري للكائنات دي يعني. وعشان كده احنا عندنا وادي الحيتان من التراث الطبيعي طبعا العالمي، طبعا. ما يعني منطقه يعني منطقه ولسه عندنا دراسات مع وشراكه كبيره مع وزاره البيئه لاستخراج الكنوز المدفونه. وان شاء الله خلال سنوات قليله جدا هيكون عندنا كذا اكتشاف يعني متتالي في بيتعرضوا فين بقى يا فندم؟ يعني ايه ده يا فندم؟ الحوت الجميل اللي احنا شايفينه ده بقاياه بتتعرض فين؟ طبعا دي بتبقى عينه بحثيه، مش عينه هي بتبقى بتوضع برقم متحفي في مكان زي الجامعه، وبيجي له الدارسين من جميع انحاء العالم عشان يدرسوا ويقارنوا، زي ما احنا عملنا عشان نقول ان هو جنس ونوع جديد من بالظبط. الكائنات لم بيجوا يكتب على جامعة مثلا. المنصورة عشان بالظبط يدرسوا بالظبط الحفرية دي. بالظبط بالظبط، زي ما هم بيجوا دلوقتي حاليا لدراسه الديناصور منصوره سورس صح، اللي تم اكتشافه في كنا قبل 2018 كده في برضو مصر. اتكلمنا مع حضرتكم مع بالظبط حضرتك على بالظبط المنصورة بالظبط. سورس. فاحنا عندنا دلوقتي كوليكشن بيكبر كتير، وعندنا طبعا عظيم. يعني لا تقل أهمية عن الآثار ممتاز. الطبية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ دكتور هشام سلام استاذ الحفريات بجامعه المنصوره ومدير مركز جامعه المنصوره للحفريات الفقريه، شكرا جزيلا لحضرتك.